السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتنا الأعزاء، طلبة كلية الطب الكندي المرحلة الأولى، اليوم إن شاء الله راح نتكلم تكملة المحاضرة الأولى اللي أخذناها، المحاضرة النظرية عن أساسيات الحاسوب. بالمحاضرة السابقة إحنا أخذنا طبعا أجزاء اللابتوب، كيفية التعامل مع اللابتوب، شنو الجزئين الأساسية اللي موجودة في أي جهاز إلكتروني، اللي هو عبارة عن السوفتوير والهاردوير. كذلك تعرفنا على الأجزاء الأساسية اللي موجودة في جهاز اللابتوبز، أجهزة اللابتوبز اللي تخص الكيبورد أو الماوس أو الشاشة. تعرفنا أيضا على السيستم أوبريتنج سيستم اللي ما يشتغل إذا مو ويا سوفتوير يوتيليتي سوفتوير. وكذلك تعرفنا على الابلكيشن، طبعا اخذنا نظرة عامة كمقدمة، تعرفنا على انواع الحواسيب، تعرفنا على الاجزاء اللي موجودة في اللابتوب، تعلمنا كيفية استخدام الماوس اللي موجود باللابتوب وكذلك الكيبورد. هذا كله كان بالمحاضرة السابقة. اليوم راح نتكلم على السيستم سوفتوير او الاوبريتنج سيستم. كل جهاز ذكي لازم يحتوي على اوبريتنج سيستم. بالنسبه لاجهزه الموبايل او الاجهزه النقاله، اكيد كل جهاز له اوبريتنج سيستم نقدر من خلاله راح نوظف الكومبوننتس اللي موجوده بهذا الجهاز، نعطيه اوردر ونستفاد من الريزلتس للاوردر من خلال الاوتبوت. الاوبريتنج سيستم بالنسبه للجهاز اللابتوب هن متعددة، أي كان يكون مثلا الويندوز، والويندوز بأنواع، كان يكون اللينكس، كان يكون ماكنتوش، وأكو أنواع أخرى من الأوبريتنج سيستم. إحنا بالنسبة لنا إن شاء الله في هذا الفصل الدراسي راح نتطرق على الويندوز 10 كنوع من الحداثة، نكون نواكب التطور، نتعلم على هذا الويندوز كيفية استخدامه، كيفية التعامل معه. بالنسبة للأوبريتنج سيستم، احنا مثل ما قلنا بالبداية انه هو نوع من انواع السوفتوير او السيستم سوفتوير. طبعا هذا السيستم سوفتوير هو اللي راح يوظف لنا كثير من الكومبوننتس او الاجزاء اللي موجودة في اللابتوب بشكل ممكن نستفاد من عنده ونحصل نتيجة من عنده. يعني كان يكون إذا أنا أريد أطبع طباعة أو أكتب كتابة معينة أو أدوس كليك معين لفتح تطبيق معين، أو كان يكون أنا أريد أشغل الحاسب أو أطفيه أو غير من الأمور، كل هذه الأمور، أخزن معلومات، أطبع معلومات، هاي كل الأمور لازم وجود operating system أو system software. هذا ضروري جداً لكي تكون جهاز الحاسوب كهاردوير فعال ممكن الاستفادة منه. نجي على الفصل الأول اللي هو الديسكتوب والستارت منيو. مبدئيا احنا تشغيل اي جهاز حاسبة لابتوب يمر بال المراحل التالية. المرحلة الأولى اللي هي الشاشة السوداء تظهر بها بعض المعلومات. هذه الشاشة السوداء أو هذه المعلومات، هذا النظام اللي موجود أيضا يعتبر operating system بس من نوع ال MS-DOS. هذا ال operating system هو البداية التي توصلنا إلى ال main operating system. قد يكون الويندوز أو الماكنتوش أو قد يكون لينكس. فإذا بداية تشغيل أي operating system وهو الويندوز دائما يتكون على الديسكتوب والستارت منيو. شنو الديسكتوب وشنو هي الستارت منيو؟ قائمة البداية وسطح المكتب. طبعا سطح المكتب هو تمثيل ذو يعني يمثلنا في شكل جرافيكس، واجهة
صورية من خلال هذه الواجهة تحتوي على مجموعة من المعلومات. راح ننزل هذه المحاضرة ونشوف هذه الواجهة. هذه واجهة الويندوز 10 ديسكتوب، هذه حاسبتي الشخصية، بها مجموعة من الأيقونات. قد يكون هذه الأيقونات شورت كات بعدين راح نتطرق إليها، أو يكون هذه الأيقونات أصلية بدون شورت كات. هذه الأيقونات هي عبارة عن رموز لتطبيقات، كان يكون هذه التطبيقات utility software أو تطبيقات لبرامج application software. إضافة إلى الديسكتوب يوجد عندنا الستارت بوتون، اللي هي هذه الجزء المميز للويندوز، وكذلك التاسك بار اللي هي هذه، إضافة إلى السيستم بار اللي هي موجودة هنا تعطينا معلومات عن الوقت، اللغة، الصوت، الإنترنت، إضافة إلى معلومات أخرى. كان يكون مثلا لاقطة الصوت هي فعالة شغالة الآن، يعطينا معلومات عنها، عن الشاحن. زين، هنا أيضا يعطينا التطبيقات اللي هي يسموها Quick Access، التطبيقات اللي أريد أدخلها بسرعة، والتطبيقات اللي هي حاليا opened recently opened. هسه راح اتطرق على كل جزء من هذه الاجزاء. الفكره الاساسيه انه هذا هو الديسكتوب، نحاول نحط به مختصرات للتطبيقات اللي احتاجها يوميا عند استخدام الحاسبه، تكون تحت اليد، مجرد اضغط دبل كليك مباشره عليها راح يفتح لي. اما اذا دست كليك ايسر وكليك اخر ورا فتره من الزمن راح يطلع لي رينيم. اما اذا سويت كليك واحد راح يسوي لي فقط سلكشن، راح يسوي لي فقط سلكشن. نرجع لمحاضرتنا النهائيه. هنا أنا مثل ما عرفت لكم الديسكتوب هو عباره عن واجهه ذو تصميم معين، ممكن تغيير لون الواجهه او الشكل الخلفيه او شكل الايقونات. طبعا كل هاي الامور ممكن التحكم بها، لكن هي مجرد عباره عن سطح مكتب يحتوي على مختصرات لبرامج، يحتوي على التاسك بار اللي هو اسفل الشاشه، يحتوي على معلومات الوقت واللغه وغيرها، يحتوي على اهم زر اللي هو الستارت بوتون وراح نتطرق عليها. بداية الويندوز 10 احنا راح يعني هنا كنا نتكلم عن الويندوزات بصورة عامة تحتوي على الديسكتوب والستارت منيو، لكن الويندوز 10 بدايته مميزة باللوك سكرين. اللوك سكرين يعني اول ما ينفتح الويندوز راح تظهر لنا اللوك سكرين او شاشة القفل، انه انت ما تقدر تدخل الى الديسكتوب اذا ما عندك رمز الدخول الى هذا الديسكتوب. قد يكون اكثر من شخص يستخدم هذه الحاسبة، اكثر من حساب، فلكل ممكن لكل شخص الى اليوزر والباسورد الخاصة به. طبعا الهارد يكون واحد، لكن معلومات اليوزر راح تكون لا يمكن الدخول اليها بين شخص واخر الا اذا كان يعرف الباسورد مالته. هذا الفيجر طبعا هي هذا الشكل اللوك سكرين، اول ما تدخل راح تطلع لك هذه اللوك سكرين. طبعا هذه اللوك سكرين شلون اتخلص من عندها؟ يا اما بضغط كليك اعتيادي او ضغط اي زر موجود في الكيبورد. بعدين راح ينتقلنا الى مرحله اخرى، مرحله اختيار الاكونت او الشخص اللي راح يستخدم او اليوزر اللي راح يستخدم او يستخدم الحاسبه واللي راح يدخل الى الديسكتوب الخاص بي. هذا بعد ما دست كليك اعتيادي طلعت لي مجموعه من الاكونتات، ولكل اكونت اختاره يقول لي يطلب الباسورد مالته للدخول الى الديسكتوب الخاص بي. هذه طبعا ذكرت انه الطرق المختلفة للتحول من اللوك سكرين الى هذه الشاشة اللي يطلب بها الباسورد. زين، وبعدين كتابة البين
وهي طبعا هنا هاي المحاضرة أنا ذاكرها بأكثر من التفاصيل، أكثر التفاصيل ذاكرها. بعد ذلك راح يدخل لنا على الديسكتوب. الديسكتوب أنا شرحته سابقا بداية المحاضرة، هذا شكل الديسكتوب. نزغر شوية، هذا يسمى الديسكتوب. طبعا هذا يسمى ايقونات، هاي اللي هي الستارت منيو، وهذا الشيء الجديد اللي يميز هذا مثل ما تشوفوا اللي يميز الويندوز 10 إضافة إلى الكورتانا. الكورتانا اللي هي طبعا حالة حال السيري اللي موجودة بالآيفون أو الجوجل أليكسا يمكن حسب ما أتذكر اللي موجودة بالأندرويد. هذه كورتانا أيضا تقدر تسألها مثلا، هذا في شيء جديد هسه مثلا راح اضغط هاي كورتانا. What's up? To find out, try saying show my calendar. Can you open control panel? All right. I'll open control panel. ف طبعا ضايفين هاي الخاصية اللي هي من خلالها اقدر انه اني اتكلم مع الروبوت او الحاسوب، واقدر انطي اي اوردر يجي ببالي. طبعا مساعدة الانترنت هذا شيء اضافي انضاف ما موجود كان بالويندوزات السابقة، انضاف الى ويندوز 10. اضافة الى السيرش، كان قبل السيرش موجود ضمن الستارت، الان السيرش موجود على هذه التاسك بار اللي موجودة جوا. طبعا هذا السيستم تري او الجزء اللي خاص بمعلومات النظام، كان يكون الصوت وغيرها ذكرتها قبل لحظات. هنا انا انطيت تفسير او تعريف لكل جزء اساسي موجود ضمن الديسكتوب، من ضمنها التاسك بار. طبعا التاسك بار هي عبارة عن بار موجودة اسفل الديسكتوب، يحتوي على مجموعة من المعلومات او مجموعة من النوافذ الاساسية طبعا تودينا الى التطبيقات المهمة. كان يكون الستارت بوتون، كان يكون السيرش، كان يكون الكورتانا، كان يكون التطبيقات اللي ريسنتلي اوبننج او الاوبننج اوبننج اوريدي اللي هي دائما هسه مشتغلة، مثل هسه هذه مشتغلة وهذا عندي هسه مشتغل، او الكويك اكسس لبعض التطبيقات المهمة عندي. إضافة إلى عندي مثلا هنا أنا يذكر لي بعض الترندنج نيوز أو الويذر، درجة حرارة الحالية. إضافة إلى المعلومات الخاصة بالسيستم تري اللي هي من ضمنها البطارية وغيرها من المعلومات تخص الصوت موضوع. أما بالنسبة للكمبيوتر، طبعا الكمبيوتر أيكون هي تعتبر من اليوتيليتي سوفت وير اللي هي ذيس بي سي. هذه الديس بي سي طبعا هي هذه من الايقونات المهمة اللي يعني تكون موجودة العفو اوريدي ويا اي ويندوز يتم تنصيبه. فالديس بي سي وكذلك بالنسبة للنتورك والريسايكل بين الكنترول بانل والماي دوكيومنتس او اسمي حسب انا اللي مسميه طريقة التنصيب، هذن اللي موجودات اللي هن الخمسة هذن يكونن أساسيات، هذن يسموهن utility software. هذن أساسيات حالة حال الموبايل من موجود راح تلقى بيه، راح تلقى بيه setting طريقة تعلية الصوت وتنصيته، راح تلقى بيه بعض التطبيقات مثل الأنتي فيروس أو غيرها نظام الحماية، هذن راح تلقاهن أيضا موجودات مع الويندوز. قلت لكم إنه هو هذا الديس بي سي راح تدخل لنا على الستورج ديفايسز. مثل ما حكينا بالمحاضرة الأولى شنو هي الستورج ديفايسز، اكو انواع الستورج ديفايسز اللي من ضمنها السي دي روم والسي ديات، ومن ضمنها ايضا الهارد درايف، الهارد ديسك، الاس اس دي وغيرها من اللي موجودات داخل او ضمن الحاسوب. اما بالنسبة للنتورك طبعا اكيد يعني اكيد تعرفون انه مسألة النتورك اي وسيلة ربط حاسبة بحاسبة اخرى او بسيرفر او بكلاود، كل هذا يكون ضمن النتورك. كان يكون مثلا الواي فاي ربط بالانترنت، كان يكون ربط حاسبي بحاسبه، كل هاي الامور تتعلق بها بالنتورك. اما بالنسبه للريسايكل بين فان هي هاي طبعا هذا هي
موجودة من بداية الويندوزات، اللي هي عبارة عن سلة المهملات اللي يكون بداخلها كل تطبيق أو فايل أو غيرها من الأمور المعينة اللي أنت سويت لها عملية مسح، تجي مؤقتا تخزن في أيضا بالسي أو تخزن بالهارد، لكن في الريسايكلبل. قد يكون باكر عقب احتاجت أو تراجعت عن قرار المسح أقدر أرجعها. بعدين نتطرق على التفاصيل واحدة واحدة إن شاء الله. هذا اني انا ذكرتهن. اما بالنسبه للشورت كات ايكون، انا شيء طبيعي من اريد انصب اي برنامج، فالبرنامج راح ينزل في جذور الحاسبه، كان يكون في الهارد. الهارد مقسم الى سي او دي او اي او اف، وكان يكون في اس سي. فمن ينزل التطبيق هناك راح يكون التطبيق صعب انه انا ابحث عنه في داخل جذور الهارد على مود اوجده. فشي يسوون دائما مع تنزيل التطبيق راح يكون شورت كات او طريق مختصر لاي تطبيق احتاجه على الديسكتوب، تبقى اني اللي مطلق الحريه. هذا التطبيق ما احتاج استخدمه كل يوميه وبدي ياخذ عندي حجم من مساحه الديسكتوب، اقدر اني امسحه، اقدر مجرد انه اسحبه واحطه بالريسايكل بن مسحته، ما احتاجه، ما راح يمسح البرنامج لان هو عباره عن شورت كات. فاذا هو الشورت كات هو طريق مختصر ما ياثر اذا مسحته او حذفته او حطيته مجرد بالريسايكل بن، مجرد انه فقط انه نظفت الشاشه من عنده، لكن هو يبقى موجود التطبيق. نرجع على محاضرتنا. طبعا هسه راح نتكلم على الستارت منيو اللي هي اهم زر موجود في كل انواع الويندوزات. طبعا هاي علامه الستارت ممكن ان تلقوها ايضا موجوده في الكيبورد. تريدون تدوسون كليك لكي تظهر هاي علامة الستارت، تريدون تدوسون الزر اللي موجود في الكيبورد ايضا راح تطلع لنا هذه القائمة. طبعا هذه القائمة تضم عدة اشياء مهمة، من ضمنها الامور اللي هي recently used، زين، من ضمنها recently added اللي نصبتها مؤخرا، من ضمنها تسلسل حسب الأبجدية للبرامج المنصبة موجودة في الحاسبة، زين، مع الإمكان عن البحث لكل تطبيق. أنا مثلاً عاجبني تطبيق معين مثلاً كالكوليتر، كالكوليتر طبعاً عشان راح يطلع لي كالكوليتر بالسي، فطلعت لي هي الآلة الحاسبة. نرجع على الستارت، ممكن أيضاً من أدوس هذه العلامة أو بدونها راح يتكبر لي هذه الأمور، من ضمنها اللي هو اسمي او اسم اليوزر او الاكونت. طبعا اقدر احط صوره شخصيه، طبعا راح ادوس عليه، اقدر اسوي اكونت سيتن، اقدر اسوي له لوك، كان يكون حال الموبايل، بعض الاحيان انا احتاج اقفل الحاسبه، كان يكون الحاسبه تنقفل اذا تركت لمده مثلا 10 ثواني او ساعه ثانيه بدون تحريك الماوس او بدون استخدام الكيبورد، في حاله وجود متطفلين قريبين او غيرها، كان يكون اسوي تسجيل خروج. من يريد يدخل راح يدخل على غير، يختار مجموعة اكونتات، اكو فرق بين اللوك والساين اوت، اكو فرق. هذني الامور راح نتطرق عليهم واحدة واحدة ان شاء الله، زين. من اريد اسوي تشينج اكونت سيتنج، ممكن انه اغير احط لي صورة، هذا مثلا يعني هذا اسمي مكرر اريد اعدله اسوي له تعديل، اقدر اسوي تغيير، اضيف لي طبعا كرييت يور بيكتشر، اما من البراوز او من الكاميرا، كل هذه الامور ممكنه للاكونت مالتي حال اي اكونت، كان يكون مثل اكونت الفيسبوك او الانستغرام او غيره من هاي الاكونتات. ممكن ايضا انا اسوي لي اكونتي الخاص بي من الستارت، راح ارجع اعيدها من الستارت، وبعدين اروح على الاسم مالتي واغير، ادوس كليك واغير الاكونت سيتنج. اما بالنسبه لللوك او الساين اوت، هذني ما اقدر انا اضغطهم هسه حاليا لان انا عندي تسجيل حالي للسكرين، فاذا اضغطني يلغي التسجيل. لكن اللوك فرق عن الساين اوت ان اللوك انه يغلق لحظيا الديسكتوب، ومن اريد ارجع يطلب الباسورد مالتي ويرجع نفس الاكونت. اما الساين اوت لا، يطلع من الاكونت ككل، من اريد ارجع راح يدخلني بلوك سكرين بها مجموعة اختيارات للأكاونتات، كان يكون أني وأخويا وأخويا الآخر وأخويا وأختي غيرهم مجموعين، راح تطلعون يقول لي يا أكاونت تريد تدخل به، مو مثل اللوك لا، يرجع لنفس الأكاونت اللي أنا طلعت من عنده، لكن أيضا يطلب الباسورد.
هذن كل الامور اللي هسه حكيت عنها المذكوره في هذه الفقرات. ايضا الاسك مي اني ثينج موجود الكورتانا، الليف سايد اللي هي الريسنتلي اد، كيفيه تغيير الاسم، كل هذه ذكرتها هسه حاليا ب الموست يوز، ايضا اكثر الاستخدام recently added، ايضا هذا recently added، هذا اللي فوق recently added اللي نصبتهن مؤخرا، الدوكيومنتس، شكو شيء هنا هسه هذه نيو جروب، اقدر اضيف لي جروب جديد هنا، اقدر اضيف لي ايضا جروب جديد هنا، هذه الدوكيومنتس، هاي البيكتشر، هاي السيتنج، كلها من ضمن الاكونتات، هاي من ضمن الاكونت مالتي، كل الامور هذه اقدر اطلعها من الستارت. اقدر ايضا بنفس الوقت انه اني اذا اريد اتحكم بالستارت مالتي شنو اللي اريد اضيفه، بعض الامور اللي اريد اضيفها، فانا هسه اروح مثلا للسيتنج الخاصة بمن اللي احتاجه بيه من بالبرسوناليزيشن، وراح اروح اقول له للستارت مالتي اريد مثلا شو مور تايلز اون ستارت، مثلا اقول له شو موست يوز ابلكيشنز يوز ستارت فول سكرين، لا هاي الفول سكرين راح تصير كلها على ملء الشاشه وتزعجني، زين هذا هسه راح تتغير عندي هذه المنظومه، زين بعض الامور اختلفت عندي، اختلفت بعض الامور. اذا هاي السيتنج كلها اقدر اتحكم بها من خلال الذهاب الى الاكونت مالتي، اكو شيء يخص السيتنج البيرسوناليزيشن، واروح من خلال البيرسوناليزيشن اريد اسوي بيرسوناليزيشن لمن للستارت، واغير بعض الامور اللي تعجبني او اللي ما تعجبني. طبعا هذه المحاضرة ان شاء الله راح انزل لكم اياها حتى تطلعون عليها. مثل ما قلنا ايضا بها سيرش، ممكن انه نبحث التطبيق يا اما من خلال سيرش او من خلال الابجدية، كل التطبيقات موجودة هنا نصبها في السي، كلها موزعة حسب الابجدية. بالنسبة للفولدرز ايضا هم الفولدرات اللي هي هم ايضا موجودة هنا، مثلا الفولدر اللي هو ويندوز اكسسوارز، اروح على الدبليو وهذا الويندوز اكسسوارز، تطلع لنا اهم التطبيقات اللي هي تنزل ويا الويندوز، من ضمنها البينت والنوت باد اللي راح نتطرق لهن نتكلم عنهن، اضافة الى اهم التطبيقات اللي تجي مساعدة ويا الويندوز، اللي هي مثلا سنيبك تولز، ريكوردر، ماث انبوت، هذني تطبيقات مفيدة، ايضا انترنت اكسبلورر، كبراوزر، اما نحكي هنا نحكي على اخر فقرة اللي هي شاتنج داون، ليش نسوي عملية اطفاء للحاسوب؟ يعني احنا مثل ما تكلمنا سابقا قلنا انه مسألة الاطفاء الكهرباء بصورة غير نظامية على الحاسبة يؤدي الى تلف في القرص الصلب نتيجة اطفاء الكهرباء عليه بطريقة غير نظامية، طبعا راح ينشق القرص الصلب اللي هو جهاز الخزن ستورج ديفايس، وراح يصير في تلف في او تباطؤ بعملية قراءة المعلومات، نفس الوقت راح تكون بعض البيانات متشطرة، بيانات مخزونة بهذا المكان، بيانات ما مخزونة، فتصير عملية فطر، فيحتاج إلى ترتيب البيانات عند التشغيل مرة أخرى. إذا عملية الإطفاء يجب أن تكون بطريقة نظامية، من خلال الذهاب إلى الستارت، بعدين إلى زر الباور، وندوس إلى الشات داون. إذا هذه هي العملية الصحيحة لعملية إغلاق الحاسبة. أما بالنسبة إلى الطرق الأخرى المختلفة، فتكون هذه الطرق غير نظامية، يعني كان يكون مثلا
دست زر الباور اوف لفترة طويلة حتى تغلق فورست بطريقة غير نظامية، هذا يؤذي اللابتوب. إذا شلت البطارية وشلت وطفيت الكهرباء أيضا راح يؤذي اللابتوب. فأفضل طريقة للإطفاء هي الطريقة النظامية اللي هي طريقة الشتداون. أكو فرق بين الهايبرنيت والسليب، فرق بين ذني الاثنين، وفرق بين الريستارت. بعض التطبيقات من نريد أنزلها تحتاج إلى عملية ريستارت كرفريش للحاسبة للرام، لتوزيع البرنامج أو التطبيق اللي نزلته إلى الجذور الصحيحة اللي موجودة في أو الروتس اللي موجودة في السي أو غير مكان، بحيث حتى يكون التطبيق اللي نزلته يشتغل بطريقة صحيحة. فنحتاج إلى عملية ريستارت لإراحة الحاسبة. مرات نحتاج عملية الريستارت كان يكون صار عندنا مشكلة معينة في الحاسبة نحتاج إلى نسوي لها ريستارت. هو مشابه لعملية الرفرش لكن أكثر راحة للحاسبة، لأنه راح يسوي رفرش للرام أو راندوم أكسس ميموري. أما بالنسبة للسليب والهايبرنت هن عبارة عن وجهين لعملة واحدة، لكن الفرق أنه الهايبرنت هو عملية سليب لكن سريع النهوض. يعني كان يكون أنا الحاسبة مشغل بها كومة تطبيقات يوتيوب على محاضرة على أنا قاعد أطبع فشي معين واصل النص ما أريد أطفيها، لأن عملية الإطفاء أو الريستارت راح يطفي لي كل الأبليكيشنات المشتغلة. فأحتاج إنه أنا من أشغلها من جديد، هذه الأبليكيشنات اللي كنت مشغلها أرجع على نفس المكان، حتى الأغنية على نفس الدقيقة أو الثانية اللي كنت واقف بها، حتى الفيديو اللي كنت أشوفه على نفس الثانية والدقيقة. فأسوي يا أما عملية هايبرنيت أو سليب. إذا أنا كانت روحتي طويلة وأرجع خلال يوم أو الصبح، فأستخدم السليب. راح يخزن المعلومات وين؟ راح يخزنها بالهارد. اما اذا هايبرنت فتكون عملية الرجوع سريعة ويخزن معلومات بالرام. هذا يحتاج الى تشغيل اكثر كومبوننتس داخل الحاسبة، يعني يصرف طاقة اكثر من السليب. السليب لا، راح يكون مجرد ينطي كهربائية بسيطة لخزن المعلومة داخل الهارد. هن عبارة عن وجهين لعملة واحدة، نفس الشيء لكن الفرق بيناتهم السرعة ومكان خزن المعلومة. هذا مجرد انا من سويت هايبرنت كأن طفة الحاسبة، يبقى فيها ضوء بسيط يشتغل، أدوس أي دقمة سواء الماوس أو الكيبورد راح ترجع تنهض الحاسبة. في عملية السليب تحتاج وقت أطول من الهايبرنيت اللي راح تنهض الحاسبة بسرعة عند التشغيل. هذا كل اللي تكلمت عنه، اللي هو شاتنج داون، سليب، ريستارت كوماندز، ذني أوامر، هذه كلها موجودة في عملية في الزر اللي هو الخاص بالستارت. أنا لهنا أنا تقريبا خلصت المحاضرة الأولى النظرية اللي تخص استخدام ويندوز 10. تعرفنا عن الأوبريتنج سيستم والويندوز 10 وبعض الأمور الأساسية البدائية اللي موجودة في الديسكتوب، الداسك بار، الستارت منيو. هذني الأمور تعرفنا عليها، إن شاء الله ندخل بالتفاصيل واحدة واحدة وصولا إلى أن نوصل مرحلة إن شاء الله نقدر أنه نستخدم ويندوز 10. الأمور اللي تخلينا أوكي إحنا واصلين مرحلة إنه نقدر نستخدم هذا السوفتوير إن شاء الله. أنا شاكر مشاهدتكم الفيديو، إن شاء الله تمنيت لكم التوفيق، إن شاء الله المحاضرة نشوفكم خير، مع السلامة.